معركة كوباني، انتصار القوات اللي في كوباني يعني شكلت نقطة الانعطاف في محاربة الداعش في هذه المنطقة. الجميع عرفوا بأنه يمكن محاربة الداعش، يمكن هزيمة، تجرأوا. يعني تجرأوا ايوه وشافوا بأنه يمكن هزيمة هذا التنظيم، وتجرأوا على محاربتهم. وبعد ذلك بدأ النظام، يعني النظام السوري، الحكومة السورية، جيش الحكومة في سوريا بمحاربة الداعش، بقتال الداعش. والقوات الأخرى اللي تسمى بالمعارض هنا هم أيضا تصدوا للداعش، يعني ولو بشكل أقوى مما كان في السابق. أما تركيا بقيت على حياد الحياد ظاهريا، وتمول عمليا وتشهد كانت تمول تركيا حتى بعد ذلك، أيضا حتى 2016 عندما قمنا بتحرير كل هذه المنطقة من الداعش. يعني حررنا جميع الأراضي، جميع المناطق الحدودية مع تركيا من الداعش، منطقة الأبيض ورأس العين. وعندما اجتزنا نهر الفرات، رحنا على الغرب نهر الفرات، حررنا مدينة منبج. ولاحظت تركيا بأننا مستمرين في تطهير كل حدود التركية مع تنظيم الداعش. سنحرر جرابلس، سنحرر عزاز للوصول إلى العفرين. وبهذا الشكل كان سيقطع جميع نقاط التماس مع تنظيم الداعش على الأراضي السورية بين تركيا والداعش. وتركيا لاحظت بأن تنظيم الداعش عسكريا دخلت فترة الهزيمة، يعني فترة اندحار، صار اندحار لتنظيم الداعش. ولاحظت بأن قوات سوريا الديمقراطية تنتصر، ويعني تجتاح بمساعدة قوات التحالف، يعني دخلت في مرحلة يعني هزيمة نهائية، يعني إلحاق هزيمة نهائية للداعش. هذاك الوقت تحركت، يعني في صيف 2016 تركيا اتخذت قرارها بدخول في التحالف الدولي بعدما لحرب وجدت الداعش. أن الكفة تميل إلى هزيمة داعش، سمحت هذاك الوقت سمحت لدول التحالف باستخدام قاعدة انجليك وقاعدة تركيا الأخرى لمحاربة الداعش، واستغلت ذلك لاحتلال الأراضي السورية بحجة محاربة الداعش. تركيا هي التي استخدمت داعش مرتين. المرة الأولى استخدمتها للقضاء على الحركة السورية في عموم سوريا، وبشكل خاص هو قوات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية. والمرة الثانية استخدمت داعش كحجة، كزريعة لاحتلال الأراضي السورية. وبهذا الشكل احتلت جرابلس والعزاز واللباب، وهكذا دخل سوريا. يعني نقدر نقول ان تركيا استفادت، وظفت تنظيم داعش لخدمه اغراضها في التخلص من قوات حمايه الشعب اللي هي قوات سوريا الديمقراطيه الان، وفي نفس الوقت للوصول الى الاراضي السوريه. هي كانت تنظيم داعش بالنسبه لتركيا حل مثالي لتحقيق اهداف اخرى. بالطبع، ولازم نحن يعني نتوقع، ولدينا اثباتات ايضا بان تركيا هي وراء يعني تطور او تطوير المشروع ما يسمى بداعش الدوله الاسلاميه، لان هذا مشروع الخلافه الاسلاميه التي قامت داعش حول داعش تطبيقها هي كانت لمصلحه تركيا قبل الجميع. خليني في نفس المربع بتاع تركيا وممارساتها، هل كان هناك علاقه وطيده بين تركيا وبين التنظيم وإدارة التنظيم أو الخلافة وبكر البغدادي أو المخابرات التركية مع مخابرات التنظيم بشكل مباشر، أم كان بيكتفي بها فقط بالتسهيل اللوجستي والتمرير ودخولهم الأراضي؟ كان في اتصالات بعد ذلك بينهم؟ يعني حسب تحقيقاتنا مع القادة الدواعش الموجودين لدينا، كان لديهم تنسيق مباشر بين يعني إدارة ميت التركي، استخبارات التركية، وبين قيادة الداعش. كان لديهم تنسيق على الأرض على الحدود بين المقاتلين، القادة المحليين للداعش والضباط الأتراك على الحدود. واستراتيجيا على مستوى الإدارة كان هناك تنسيق مباشر بينهم. جميع الذين أتوا من تركيا إلى هناك جاءوا بتنسيق مباشر مع إدارة الداعش اللي كان موجود على الحدود. جميعهم اتوا من بوابات الحدود، من المعابر، معابر تل أبيض بشكل رسمي. وكان هناك يعني معابر رسميه في جرابلس، في
في الابيض هي معابر كانت مفتوحه بين الطرف، في هذا الطرف كان موظفين الدواعش، في الطرف الثاني كان موظفين الاتراك. عندما نحن دخلنا هذه المناطق في 2015 عندما دخلنا في الابيض، تركيا قامت باغلاق هذه المعابر. قبلها كانت هذه المعابر مفتوحه، كانت مفتوحه. وكذلك يعني من خلال تحقيقاتنا مع قاده الدواعش الموجودين لدينا، نحن توصلنا الى اصبحت لدينا معلومات اكيده بأنه كان لديهم تواصل مباشر مع قيادة الاستخبارات التركية، قيادة المخابرات، قيادة الميت، وكانوا ينسقون كل شيء مع بعض، وكان هناك نوع من الاتفاقية بينهم. يعني في 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 اتفاقية، في بنود تحدد يعني كل طرف عليه علاقات مستوى العلاقة فيما بينهم. بس على سبيل المثال، بعد هزيمة داعش في باغوس، استخباراتنا يعني الأجهزة الاستخباراتية لدينا استطاعت أن يعني تخرق هذا منظومة التواصل، منظومة التواصل اللي بين الجهتين دواعش والأتراك، ويعني أصبح هناك نوع من يعني التأكد من هذه العلاقة في هذه العلاقة. الأتراك كانوا يقولون، كان هناك شروط يفرضها الاتراك على الدواعش، والدواعش كمان كان لديهم وجهه نظر اخرى. كان في هناك نوع من الخلاف، وهذا الخلاف حلوه فيما بعد. تركيا كانت تطلب منهم انه، هذا كان قبل هذا الحادثه، كان قبل سقوط الداعش في باغوس بحوالي شهرين، واستمر فيما بعد ايضا. تركيا كانت تطلب من الداعش أن تقوم بعمليات انتحارية كبيرة في هذه المنطقة مقابل سماح لها باستخدام الحدود وتسهيل أمورها في تركيا. داعش كانت تطلب منها تمويل المالي، تمويل مساعدة عوائل الدواعش الموجودون هناك، كانت تطلب منها السماح بالمرور العوائل الدواعش اللي كانوا يهربون من باغوز المناطق الثانية إلى تركيا. كان لدي شروط أيضا. اسمح لي جنرال مصدوم، نقطة في غاية الأهمية والخطورة، يعني عندما دخلتم في هذه المنطقة وقطعتم الاتصالات بين الطرفين ودخلتم في النص، سمعتم ماذا يدور، نعم، وماذا يجري، والاتصالات فضحتم هذه الاتصالات، كانت الإدارة التركية أو المخابرات التركية تطلب من داعش القيام بعملية انتحارية محددة في أماكن محددة؟ بالطبع. موثق جنرال مصدوم، وهو مصدق لدينا. الذين كانوا يشرفون على هذه التواصل هم كانوا موجودين لدينا الآن موجودين لدينا، هم اعترفوا بذلك والجهات الدولية تعرف ذلك. نحن شاركنا هذه المعلومات مع الجهات الدولية، ولكن مع الأسف لكل الدولة لديها مصالح ولم يتخذوا المواقف المطلوبة. يعني عندما تطلب المخابرات التركية من تنظيم إرهابي العالم كله بيحاربه أن تقوم بعمليات انتحارية، هذا يمثل جريمة من جرائم الحرب. حتى فين أضيف، داعش كانت تقوم بعمليات صغيرة في هذه المنطقة، يعني عمليات لم تكن عمليات استراتيجية كبيرة، عمليات يعني تؤثر بشكل كبير على الوضع هنا. تركيا كانت ترفض ذلك. تركيا كانت تقول لهم هذه ليست عمليات التي نحن نريدها، عمليات كبيرة ضخمة. الشرط الأساسي لاستمرار التعاون بيننا لتقديم التساؤلات مقابل ذلك، يعني في تركيا لا يجب أن تقوم بعمليات أكبر. ما كانت عمليات التي حدثت في قامشلي في 2016 اللي راحت فيها عشرات الضحايا والشهداء، أحد العمليات التي باركتها الاستخبارات التركية، وكانت تطلب هكذا عمليات لتطبيق بهذا الحجم وبهذا القدر في هذا المنطقة. تغيير الواقع الموجود.